كيف كتعلموا اليوم الشعوب ديال العالم كلها خارجه في احتجاجات مناصره للقضيه الفلسطينيه، في احتجاجات مطالبه بوقف الاباده الجماعيه على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني، وحنا هنا في المغرب خارجين كذلك في اكثر من 20 مدينه، من بينها المدينه ديال الرباط، وهذه الوقفه اللي متواجدين فيها انتم امام هذه البنايه ديال البرلمان ديال المغرب، من اجل ان نوصل رسائل اولها الى البرلمان المغربي. البرلمان المغربي الا كان كيعتبر نفسه راه هو برلمان فوق التراب المغربي، والتراب المغربي هو تراب للشعب المغربي، فهذا البرلمان مطلوب منه على انه يعمل على ايقاف التطويع مع الكيان الصهيوني حالا، ثم مطلوب منه كذلك على ان يسن قانون يجري مكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة كيفما كانت أشكالهم وأنواعهم. وثالثا مفروض منه على أنه الدولة المغربية دابا كترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطلوب منه على أنه يعمل على أن الأمم المتحدة تخدم كل مما في جهدها وتحرك مجلس الأمن من أجل إنزال العقوبات على الكيان الصهيوني، ومن أجل متابعة المجرمين الصهاينة على الجرائم الفظيعة اللي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني. هذه أولا ما هو موجه للدولة المغربية، ثانيا موجه للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وكل مؤسسات ديال منظمة الأمم المتحدة، على أن مسؤوليتها وعلى أن الضمير ديالها غادي تبقى تتابع هذه الجرائم اللي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم ديال الاباده الجماعيه والتقتيل الجماعي اللي والتطهير العرقي اللي كيمارسوا الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني في فلسطين. الضمير ديال الامم المتحده والضمير ديال المنتظم الدولي غادي تبقى تتابعوا هذه الجرائم، وغادي يتابعوا هذ الشهداء من اطفال ونساء وشيوخ ورجال وكل أعمار دول في المنطقة المغاربية والمنطقة العربية التي تطبع سواء بشكل رسمي ومعلن مع الكيان الصهيوني على أنها مشتركة في جرائم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وعليها أن تنصت إلى نبض شوارعها إلى شعوبها لتوقف أي تعامل مع الكيان الصهيوني وأي تعامل مع الدول التي تزود الكيان الصهيوني بالسلاح وبالمال. ونقول للشعوب العالم التي هي منتفضة الآن في كل البلدان بما فيها البلدان الإمبريالية والأوروبية والبلدان الاستعمارية الغربية، على أنه كيفما كانت هذه القضية فالشعوب ستنتصر كما انتصرت دائما عبر التاريخ، وسيأتي فيه الوقت الذي تنصف فيه الشعوب وينصف فيه التاريخ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. محمد الغفري، منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. اليوم احنا الجبهة كنناديو لهذه الوقفة في الرباط وعبر الفروع ديالنا من خلال 50 مدينة مغربية. هذه الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني هي وقفات كتنظمها الإنسانية في القارات الخمس، الإنسانية في القارات الخمس خارجة في جميع العواصم اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فهذا يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم عالمي اللي هبطت فيه الإنسانية باش تصرخ أمام الإبادة الجماعية اللي كتقوم بها إسرائيل والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. فقط نتأسف على الوضع ديال بلادنا والقرار ديال بلادنا، وخاصة القرار الحكومي في هذا الوضع ديال جرائم الإبادة، بحيث ما كاينش لا دعم لا إغاثة لا مساعدات مغربية ديال التغذية وديال التطبيب تمشي للفلسطينيين، لا قرار ديال إسقاط هذا التطبيع بمناسبة هذا التوحش الصهيوني، هاد الجوع للدم بواحد الشكل شره بواحد الشكل شرس بواحد الشكل اللي فات كاع الاخلاق وكاع القيم. اعتقد ان الحكومات اللي مازال عندها علاقه الان مع الكيان الصهيوني بغات ولا كرهت هي في موقع الدعم ديالو، هي في موقع المسانده ديالو. هاد الحكومات هي تساند هاد الكيان الصهيوني في الجرائم اللي كيقوم بها. للاسف حكومه بلادنا وحده من هاد
الحكومات المساندة للكيان الصهيوني، لكن شعبنا وشعوب ديال القارات الخمس تبتات على أنها أقوى من حكوماتها وأقوى بكثير على مستوى الإنسانية، وأنها متضامنة مع الشعب الفلسطيني. فكل تضامن مع الشعب الفلسطيني وكل إدانة للحكومة المغربية والحكومات العربية وحكومات العالم اللي مازال عندها علاقة مع هذا الكيان المجرم. بالنسبة لنا ننظم هذه الوقفة طبعا بمناسبة الحركة العالمية اللي تخاض الآن هذا اليوم للتعبير عن إدانة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبدورنا كجبهة مغربية داعمة للشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع نرفع صوتنا عاليا لنعبر طبعا عن استمرار إدانتنا واستنكارنا للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمام رأى ومسمع العالم أجمع، وكأن هذا العالم لا ضمير له، وكأن هذا العالم ميت. هذا ما دفع شعوب العالم في مختلف القارات إلى التحرك والتنديد، وهذا اليوم هو يوم للتعبير العالمي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وعن التنديد بهذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك فنحن في المغرب لا نكتفي بالتنديد بجرائم الكيان الصهيوني، ولكن كذلك نعتبر النظام المغربي شريكا ما دام ساكتا على جرائم الكيان الصهيوني، وما دام لا زال مادا يده إلى الكيان الصهيوني في التعاون معه سواء عسكريا أو مخابراتيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا أو ثقافيا أو رياضيا. إذن هذا ما يجعلنا نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني ومطالبتنا بإسقاط التطبيع وإغلاء الممثلية الصهيونية بالرباط. اليوم حنا كننظموا هاد الوقفة في إطار التضامن العالمي اللي دعاو لهاد الوقفة نهار 2 مارس من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني اللي كيف كتعرفوا جميع كيتعرض للحرب إبادة جماعية من طرف الكيان الصهيوني مدعوما بالإمبرياليات وخاصة الإمبريالية الأمريكية اللي منذ بداية اليوم الأول على الحرب وهي داخلة بكل القوة ديالتها سواء عبر السلاح عبر الدعم اللوجستيكي أو عبر الدعم الاستخباراتي، وكذلك عبر الدعم الميداني يعني حضور الجنود الأمريكيين ميدانيا أجل دعم الكيان الصهيوني في هذه الحرب اللي كتشنها على فلسطين، واللي كنعرفوا ان هذه الحرب ما بداتش من 7 اكتوبر، هي حرب اللي كتمتد من قبل 1948 الى اليوم، واللي كيأدي الشعب الفلسطيني ضريبتها كبيره. اليوم حنا كذلك كنوقفوا لاننا كنعتبروا انفسنا معنيين بالمشروع الصهيوني، لانه لا يشمل فلسطين وحدها ولكن يشمل المنطقه برمتها، وكنعتبروا على اننا النظام المغربي اللي طبع مع الكيان الصهيوني هي فرصه بالنسبه لنا اليوم باش نناديو بالصوت العالي لانه يجب اسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم اللي اليوم كل شيء كيوقف على حقيقه هذا الكيان، لانه كيان معتدي، كيان نازي، كيان فاشيستي. المهمه الاساسيه ديالته هو خلقه في المنطقه من اجل زعزعه الاستقرار ديال المنطقه، من اجل كذلك انه يلعب واحد الدور للامبرياليات من اجل مراقبه المنطقه برمتها ومحاوله التواطؤ مع انظمه المنطقه من اجل انه ما يكونش هناك تحرر في المنطقه. اليوم كذلك حنا كنوقفوا بصوت واحد اللي كنطالبوا فيه بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بوقف الاباده الجماعيه اللي كيتعرض لها الكيان الصهيوني، الكيان بحق الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني. كنمدوا كذلك بالجرائم ديال التجويع بحق الشعب الفلسطيني اللي اليوم كنعتبروا بانه سلاح من اسلحه اللي كتستخدمها الكيان الصهيوني من اجل تشريد الشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه كما فعل من قبل
يعني في منذ سنة 1948 إلى اليوم. يعني الحرب الإبادة هو أحد أشكال ديال محاولات يعني تهجير الفلسطينيين وتشريدهم وقتلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن مرزوق عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، العضو في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. تأتي هذه الوقفة اليوم في إطار فعالية موازية عبر مناطق عدة في العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني وخاصة الفلسطينيون والفلسطينيات في قطاع غزة، في ظل تجويعهم ومحاولة محوهم عن أرضهم. وتأتي هذه الوقفة كذلك في يعني في سلسلة وقفات ينظمها الشعب المغربي عبر العديد من المدن المغربية لنقول للعالم أننا واقفون مع غزة، وأننا نندد بهذه الهجمة الصهيونية غير المسبوقة، ثم نندد كذلك بالدعم الأمريكي الصهيوني الغربي، ولنرسل رسالة إلى هذا النظام المغربي المطبع وإلى الأنظمة العربية المطبعة أن الشعوب ترفض التطبيع، وأن مهما خنعتم للصهاينة فالشعوب يقظة ولن تسمح بتسلل هذه الشرذمة الفاسدة إلى الشعوب. ثم نرسل رسالة إلى إخواننا وأخواتنا في فلسطين أن اثبتوا رغم هذه المحن ورغم ما قدمته من شهداء ومن أرواح ومن تجويع، فإن ما ضاع حق وراءه مطالب، فإن يوما إن شاء الله تعالى سوف تعود لكم أرضكم ويعود المهجرون وتقام الدولة الفلسطينية على كامل أرضها وعاصمتها القدس. ثم لنقول للشعب المغربي أن لا يطبع مع هذه المشاهد، مشاهد التقتيل، وأن يبقى يقظا وأن يبقى مساعدا لإخوانهم وأخواتهم في فلسطين حتى ينالوا حقهم.